اللي هعمله دلوقتي الوصفه الثالثه من البتنجان، وهي المسقعه السريعه. المسقعه السريعه دي حاجه سهله جدا جدا وسريعه وفي الحله. هما كانوا زمان بيعملوها بالسمنه، طبعا بسمنه بزيت، ده شيء يرجع لك. طيب دي شكلها ايه؟ دي هي بتنجان، بطاطس، فلفل، عصير طماطم، بصل، ممكن توم، صلصة، فلفل حامي، ده أساسي فيها. بس طبعا أساسي برضو يعني اختيار، يعني أساسي للي بيحب الحراق، ما بيحبش الحراق مش أساسي خالص، براحته يعني طبعا يعني، بس هو بيخليها جامدة. بس طبعا اللي ما بيحبش الحراق مش قادر عليه خلاص، ما فيش أي مشكلة خالص. أنا برضو هعمل كمية قليلة لأن اليوم النهاردة بتنجان كتير، فمش عايز زهق الناس هنا بصراحة. شفتوا؟ شفتوا؟ قلبي عليكم. هناخد الاول بس ايه، بصله، نحط التسبيكه على النار، هي حاجه خفيفه كده ولذيذه. بصل، كان في توم هنا، توم برضو حلو جواها كده. ناخد كام فص توم، يعملوا ريحه حلوه كده جوه الايه، جوه التخديعه دي. حتى ممكن يعني تروحوا ضربينهم بس كده وحاطينهم. الحق حته بس احطها كده تتحمر معاها. ماشي، يبقى كده بصل وتوم وحط فلفله رومي او حامي. وبعدين اروح حاطه عصير الطماطم. عصير طماطم تقيل ومعاه ملح وفلفل كمون وشويه سكر عشان ما يبقاش ايه، ما يعملكوش الاكل حموه بعد المسقعه. هي المسقعه بتبقى جميله جدا صراحه، بتاكل منها كتير، فساعات الصلصه تروح عامله حموه. لا خدي معلقه سكر كده صغيره وقلبيها معاها، مش هتحسي بطعم السكر اكيد يعني، كل الحاله دي معلقه سكر مش هتاثر، ولكنها هتاثر ان ما تخليش فيه حموضه او يعمل لك حماوه الصلصه بتاعتها. خليها تسبك شويه. تعالوا بقى نقطع الخضار اللي هنحطه، وترتيبه ده شيء مهم. اول حاجه هننزلها اللي هي انشف حاجه وهي البطاطس. هناخد كده ايه، بطاطسايه او اتنين، مكعبات كده. هنبدا هنا ايه، حط شويه ميه بقى عشان ايه المسقعه تبقى بالصوص. حلو الكلام. هتبقى فلفل حامي. انا المسقعه دي مش حاجه فيها متحمره، مش حاجه فيها متحمره خالص، ولكن زي ما قلت لكم ترتيب الحاجة. يعني أنا هنا عندي إيه؟ البتنجان وبصل وفلفل. بناخد أنشف حاجة وبعدين نخش على القطرة. خلاص؟ هناخد كده، ولا حاجة فيهم متحمرة. فمسقعة خفيفة ولذيذة كده وبنت ناس. وترمي التوم. غليت، هنزل بس البطاطس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن الفلفل والبتنجان مع بعض، بس الاول ننزل البطاطس، تاخد لها ايه، غلوتين لوحدها. ونقطع برضو البتنجان مكعبات برضو زي البطاطس كده ما عملناها. طبعا التقطيع ده ترجع لكم انتوا بقى، عايزين تقطعوها كده وحسب حجم البتنجانه. ماشي، استنى عليها شويه. ادي البازنجي والفلفل الاتنين مع بعض. مسقعة لذيذة وسهلة
وغير مكلفة، ولا قلينا ولا استهلكنا زيت ولا حاجة.